صباح الخير عليكم وجمعه مباركه. طبيعه الحال جميع المتابعين ديال القناه كنحييكم بجده في هذه الاجواء الصباحيه الدافئه اللي كما كتعرفوا اللي توجد في هذه الايام كتعرفوا الجو ديال البرد. اذا بغينا نقربكم شويه من الاجواء، يعني اجواء مثيره طبيعه الحال، لان كتشوف الناس ماشيين الخدمه ديالهم وما ذلك الشوارع شبه فارغة ما عمرش بزاف، التلاميذ ماشي من القراية كما كنعرفو رمضان كيدخلو تقريبا مع تسعة ديال النهار ديال القتاع. إذا نقربوكم أكثر وأكثر، لكن كنشوفو على رمضان داز دغيا واحد السرعة كبيرة اللي منتصورهاش، الصلاة كما كتشوفو رمضان جا شوية صعيب، صعيب ماشي من ناحية تاع الصيام ولكن صعيب من ناحية ديال المصاريف صاير. كتشوفو هاد الدل ديال غلاء الأسعار بطبيعة الحال، والناس مخداش الصعيب دابا، الصعيبة والخايبة بزاف هي أنه عيد الفطر. عيد الفطر كما كنعرفو حنايا هو عيد الإفطار، احتفال ديال نهاية ديال الشهر الفاضي، كتكون صلاة العيد في جماعة على الأمور، هي المناسبة العيدية، ولكن هي المناسبة ديال الأطفال. هاد المعنى هذا الأطفال كيتسناو هذاك النهار يعني بفارغ الصبر، يعني كي كيجي رمضان الاطفال كتلقاهم فرحانين، علاش؟ غادي يجي العيد، غادي يشريو الكسوه، يعني مجموعه ديال الامور بطبيعه الحال اللي كيعيشوها في هذه الايام ديال رمضان بطبيعه الحال. كاع كي كنا صغار عشنا هاد الامور بطبيعه الحال ديال ليله العيد، راه الكسوه كتقيسها وتنوض عاوتاني تحطها، عاوتاني ما يجيكش النعاس، كتصبح فرحان وكتسنى فاش كتمشي للمدرسة باش تنتهي تدخل بأبا حلة، وكتلقى الأطفال والناس كلشي لابس جديد، كلشي نقي، كلشي مدوش، يعني كتكون واحد كتحس بالدنيا جديدة، كلشي جديد سبحان الله، يعني الحمد لله. ولكن هاد السنة هادي شوية صعيبة للعائلات، لأن باش سيتو عندو الأطفال بزاف خصوصا في ظل ديال هاد الغلاء ديال الاسعار، واش الانسان غادي يتكفى مع الحياه ولا مع مصاريف ديال رمضان ولا الكاطو ولا مجموعه تاع الامور. كان حتى الكاطو ما غاديش يوصل له بطبيعه الحال. الحمد لله اليوم كما نعرفوا كاين يعني منتوجات اللي كتباع جاهزه ماشي كما بكري، هذا المعنى يعني بنادم شحال قدو بهذا المعنى هذا، يعني ما صعيب الحياه كتلقى ربع أسرة، دابا كلشي كان يدق، خدامين اللي ما خدامش، اللي على قد الحال، اللي كل واحد كيتمشي على حساب المصاريف ديالو وعلى حساب مود دو في ديالو، الشهر راه كتبان لك حتى مليون، ولكن كتلقى حتى هو عنده مصاريف، عنده طوموبيل يقري وليداته بالفلوس، وهذه ما كتبقالوش بزاف. اللي ما عندوش يخلص غير ب 1000 درهم ولا 5000 درهم فهو عنده مصاريف، ديك المصاريف فيها حتى هي الوليدات، حتى هي فيها المرض، حتى هي فيها بزاف ديال الحوايج. اليوم انا يا مجموعه ديال الاصدقاء، مجموعه تاع الناس، يعني كنحاول نجيب معاهم الدردشه تاع التوفير، مجموعه تاع الامور، انسان كيقول لك انا كنسالي شهر ديبيتور، يعني ما كان ديبيتور هي انه يعني ناقص بالموال، ناقص 500 درهم، يعني يخلص 4500 درهم في الشهر الجاي، كيعتبر راسو خلص غير 4000 درهم، يعني 500 درهم ديجا راه مشات في الكريدي، هذا المعنى هذا. يعني صعيبة الإخوان بزاف، أنه الإنسان غادي يقدر يساير بهذا المعنى هذا، مش غادي تقدر تساير بزاف صراحة، صروف يمكن شي الدوبلة
يوم 200 درهم كتخرج للسوق وانا ما كدير حتى شي حاجه. 100 درهم راه ما 100 درهم شنو نجيب لك 5 كيلو بطاطا 50 درهم مطيشه دايره 7 دراهم تجيب واحد 2 كيلو ها هي دالت شحال 68 درهم ولا تجيب كيلو 2 كيلو بصله شحال 40 درهم كاملة كيلو ونص بصلة صافي هذه هي 100 درهم 100 درهم هذه شحال كنا كنجيبو بها كنا نجيبو 4 كيلو بطاطا كتجيبها ب 5 كيلو بطاطا تجيبها ب 20 درهم مطيشة ب 4 درهم يعني شوفوا الاخوان الفرق اللي ولا يعني راه الاسعار طلعت لواحد الدرجة اللي ما بيزا هادشي غريب صراحة كنتمنى ان شاء الله يكون شي خير من القدام وانا صعيبة 100 درهم كتجيب لك 4-5 كيلو بطاطا كيلو نص مطيشة و 2 كيلو بصلة راه كارثة عظمى هادي اقسم بالله العلي العظيم انها كارثة عظمى كنتمنى الخير ان شاء الله بطبيعة الحال والله يحل بال الناس المساكين والله يحفظكم وصباحكم مبروك لنعود ان شاء الله مباشر اخر ان شاء الله هنا من العاصمه الشرقيه بطبيعه الحال في الاجواء الجميله.